أبرز عنوان لليوم وأبرز خبر اليوم هو استقالة الحكومة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة وتجديد الثقة فيه. خليني أقول لحضراتكم تفاصيل البيان اللي خرج اليوم وكل ما دار فيه من نقاط مهمة نحن نفهمها. أولا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. دكتور مصطفى مدبولي قدم استقالة الحكومة رسميا للرئيس. الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وهكلم حضراتكم عن ما جاء في البيان برضو عن أهداف الحكومة الجديدة والخطوط العريضة اللي مفترض تعمل عليها أو تشتغل عليها الحكومة الجديدة. لكن من ضمن النقاط المهمة في البيان أو الجمل المهمة اللي وردت فيه، هذه الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق إيه بقى مجموعة من الأهداف، وده بمثابة دستور للحكومة الجديدة أو بمثابة خطة عمل في مجالات كتير مختلفة. على رأس الأهداف بحسب البيان، أولا الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وطبعا كلنا شايفينها ولمسينها وشايفين إيه اللي بيحصل في العالم من حوالينا وكم التحديات الرهيبة والتهديدات الرهيبة اللي مصر واقفة بمنتهى الصلابة في وجهها. فأول حاجة من أهداف الحكومة الجديدة هي الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري. الحاجة الثانية، ودي برضو بتبين لنا كده رؤية الدولة في الفترة القادمة، هو وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا بحسب البيان في مجالات الصحة والتعليم. بناء الإنسان المصري هو أولوية للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، خصوصا بقى في الملفين دول، ودول اللي الدولة أولت ليهم اهتمام كبير جدا على مدار السنوات الماضية بمجموعة مشروعات بمبادرات بخطط واستراتيجيات متكاملة شاملة متنوعة في مجال الصحة وفي مجال التعليم. بشكل واضح دول أولويتين بالنسبة للحكومة الجديدة، وبيعكسوا رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية إزاء أهمية الملفين دول، الصحة والتعليم مرة تانية. حاجة كمان بقى على رأس أولويات الحكومة الجديدة هي مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وده برضو للدولة قطعت فيه خطوات كثيرة بالحوار الوطني، بمجموعة كده من الإجراءات عملت ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه البناء السياسي أو التنمية السياسية. بنقول إن التنمية ليها وجوه مختلفة، مش بس بنتكلم عن التنمية فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة والبنية التحتية وما إلى ذلك. الدولة قطعت خطوات مهمة على مدار الأشهر الماضية في ملف مهم جدا هو التنمية السياسية والإصلاح السياسي والمشاركة السياسية. ده كمان مفترض إن الحكومة الجديدة تعمل على استكماله وتعمل على السير في نفس هذه الخطى والتطوير فيه بشكل كبير. ايه كمان نقرأه في البيان او ايه كمان موجود في البيان بيوحلنا او بيفهمنا كده اولويات وخطة عمل الحكومة الجديدة هتكون ايه، وايه الملفات الاساسية اللي هتكون على طاولة وأجندة هذه الحكومة؟ مسألة الأمن والاستقرار، ودول برضو لا غنى عنهم بالنظر للتحديات الكبيرة اللي احنا مرينا بيها، مش بس بقى على الصعيد الخارجي، لا على الصعيد الداخلي أيضا من أول 2011. ومسألة الأمن والاستقرار دي مسألة أساسية ما فيهاش هزار بالنسبة للدولة المصرية، وترتبت فيها خطوات كثيرة جدا حتى يعود الأمن والأمان للمواطن المصري، وحتى لا نسقط في الأفخاخ اللي سقطت فيها الدول المجاورة والدول الشقيقة، واللي بنقول بكل أسف وبكل ألم يعني اللي بيروح ما بيرجعش، الدول اللي بتسقط لا تعود. فبالتالي الخطوات اللي الدولة المصرية قطعتها في مجال تحقيق الأمن والاستقرار والتماسك الداخلي هي خطوات مهمة جدا وخطوات عملاقة، ومهمة قوي أن تفضل الحكومة الجديدة تستكمل على ذي الإنجازات وتبني عليها وترسخ لهذه المبادئ.
ايه كمان في البيان اللي خرج اليوم وبيوضح لنا خطة عمل الحكومة الجديدة او اهداف الحكومة الجديدة؟ ايضا تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، واظن دي مسألة احنا بنتكلم عنها تقريبا بشكل شبه يومي. الحروب اللي بتحيط بنا من كل جانب اليوم هي مش كلها حروب بالدبابات وحروب بالأسلحة والذخائر التقليدية، جزء كبير جدا من الحروب اللي احنا ناخدها النهاردة في الزمن اللي احنا فيه ده هي حروب الوعي وحروب المعرفة. طول ما انت عندك المعلومة، طول ما انت قادر تكون متماسك وجبهتك الداخلية قوية، وطول ما انت عارف طريقك ومحدد هدفك فين وعارف انت رايح فين تحديدا، ومش سهل ان ايه كلمة توديك وكلمة تجيبك، ومش سهل ان اي شائعة تدخل وتستقر في الاذهان والنفوس وتعمل رأي عام موالي لأفكار خاطئة وأفكار مضللة. كل ده بيتم محاربته إزاي؟ بالثقافة وبالوعي وبسلاح العلم والمعرفة. ده كمان من ضمن الملفات المهمة أو الأهداف المهمة اللي هتشتغل عليها الحكومة الجديدة. يندرج تحت إطار الهدف ده كمان أو البند ده والخط العريض ده هو الخطاب الديني المعتدل. الخطاب الديني المعتدل هو السبيل الوحيد والطريق الوحيد لمكافحة الأفكار المتطرفة والأفكار الظلمية وما ينبثق عنها من تحديات سياسية ومناهج راديكالية. وشفنا برضو، يعني مش محتاجة أفكر حضراتكم بالعصور المظلمة اللي عانت منها المنطقة كلها بما يسمى بالإسلام السياسي. كل ده الهدف منه هو ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. تكليفات الرئيس كمان تضمنت ايه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟ مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وده جزء من يعني المشاهد اللي احنا بنشوفها النهاردة هي جزء من لقاء الرئيس اليوم بدكتور مصطفى مدبولي، تقديم الاستقالة والتكليف بتشكيل حكومة جديدة. التكليفات كانت بتتضمن ايه كمان؟ التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وده بقى ملف أتصور أنه من ضمن قراءتنا يعني للأحداث وتحركات الدولة خلال الأشهر الماضية، ده ملف أساسي. الدولة عملت مجموعة من الخطوات، الهدف منها هي إصلاح الاقتصاد، الهدف منها هو جذب رؤوس الأموال، جذب الاستثمارات الأجنبية، الهدف منها هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المختلفة. الدولة دخلت في البنية التحتية وفي مجالات التنمية بالشكل أو في الوقت اللي ما كانش فيه القطاع الخاص يقدر يخش بالتقل دوت وبالعمق ده وبالإمكانيات دي. دخلت الدولة، عملت الأساس، أرست القاعدة، عملت مشروعات عملاقة، بنية تحتية، طرق وكباري، شرايين للتنمية وشرايين للتجارة الداخلية والخارجية، مواني، تطوير شامل وكبير جدا في كل محافظات الجمهورية بشكل غير مركزي، مش محافظة بس، مش العاصمة بس، مش قلب الدولة فقط. كل ده عملته الدولة وفرشت عليه فرشة مهمة جدا. دور بقى القطاع الخاص يدخل ويستكمل البناء ويستكمل التنمية، وده جزء من تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة انها تشتغل عليه. كل التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي في المرحلة القادمة وفي اختيار كفاءات قادرة على تولي الحقائب الوزارية ومعها تتولى التحديات اللي يمكن اتكلمنا عن جزء منها وحضراتكم عارفين الباقي وشايفينه ولمسينه حوالينا كل يوم.